أول شيء الحمد لله كما توقعنا ما كانش ماتش سهل. كنا الفريق كله سهل. نعم. طلعوا شوي. مش واصل غادي. مشكلة. حاول تربيني كورة وسمعت. باهي. قلنا الماتش ما كانش سهل بصراحة. فريق محترم. كنا معناتها عاقدين العزم على تحقيق 3 نقاط. لكن اليوم تعادلنا وفي الماتش نظن اللي معناتها في النتيجة ما كانش لصالحنا خاصة على أرضنا، لكن في نفس الوقت في الفريق المنافس وحجمه صراحة معناتها الملاعبية عملوا اللي علينا. كنا في الشوط الثاني بصراحة جيدين، معناتها خلقنا فرص، لكن في نفس الوقت الفريق المنافس كان هو اللي يستنانا في غلطة. الشوط الأول تقلقنا برشا بصراحة في انتشار وداخل الملعب، كان انتشار جيد بصراحة، جرينا برشا، صلحنا في الشوط الثاني تمركزنا، عرفنا كيف جتنا فرص، لكن في نفس الوقت نسجل ناس الحمد لله ما نشبع. ما زال عندنا احنا الثانيين تغريك 4 نقاط، صحيح نقطتين ضيعناهم، لكن في نفس الوقت ما زال عندنا ماتش اخر معاهم 9 ايام اخرين، 19 ايام اخرين، ان شاء الله نحضروا الاولمبيه. وما زلنا معناتها المهم اهم حاجه بالنسبه لنا هو الترشح، مش النتائج، المهم الترشح للدور القادم ان شاء الله. سؤال الاولاني اليوم شفنا الترجي صراحه يعني قطع نظر على نتيجه المقود وعلى خاصه في المقدمه في الشوط الثاني، ولكن شفنا في المقابل اخطاء بصراحه فريقه خاصه في محور الدفاع، شفنا هجوم الترجي خاص صعوبات كبيره وهذا اللي يخلينا نخافوا من الجوله القادمه. السؤال الثاني شفنا كيف تفيد بالانتدابات والتغييرات، كانت تغييرات فقط وقت القانون، هل بانك ما لقيتش البديل ولا ما لقيتش الحلول؟ شوف اول شيء احنا عندنا محور دفاع جيد جدا بصراحه، الاخطاء وارد، لكن في نفس الوقت الجوز عندنا في المنتخبات، في منتخب الجزائر ومنتخب تونس، الاخطاء وارده. معناتها الماتش هذا بصراحه ماتش نظن اللي ما كانوش معناتها فيه اخطاء كما الماتش اللي فات، لكن كنا دفاعيا صحيح يمكن في الشوط الاول كان ثم ما بين خاصه بين الخطوط وما بين اللاعبين، تصلحت بعد ذلك اكيد باش تتصلح، اكيد باش نشوف ونصلح، لكن في نفس الوقت عندنا منظومه يلزمنا نحسنوا منظومتنا الدفاعيه ان شاء الله معناتها تتحسن، على خاطر بالوقت راه مش عندنا، احنا عندنا شهرين تو فريق منافس يكون ليه 3 سنين مع المدرب هذايا، معناتها احنا ما نتحسنوا كان بالخدمه راه، واحنا هدفنا واضحه، هدفنا هو الترشح، قد ما يزيد الوقت قد الفريق مش يتصلح ومش يتحسن، فهمت في المستقبل ان شاء الله. بالنسبه للتغييرات وش نعملوا تغييرات باش نعملوا تغييرات، اذا كان الناس كل باهيه في وسط الملعب معناتها علاش باش نغيروا؟ معناتها اذا كان احنا مثلا اليوم احنا غيرنا اللي نجموا غيروه، معناتها في الناحيه الهجوميه بحكم اللي رودريجو عنده مده كبيره ما تمرنش، معناتها ما ينجمش يكمل الماتش كامل مستحيل، وساو معناتها قاعد يقدم في مردود جيد، دخلناه كيف كيف بلال الساحل هذولا هجوميا، فهمت كيفاش؟ غشة معناتها خرج بداعي الاصابه، فهمت؟ كنا نجموا احنا فتح بوغيرا لو كان ما خرجناش غشة، لان يعني غشة بوغيرا عنده الشيبي بتاعه كله، كنا نجموا ندخلوا الساحل بلاست بوغيرا، لكن في نفس الوقت اللاعبيه كانت جيده داخل الملعب، مش بالضروره باش ندخل سخره على خاطر باش ندخلهم هكاو، ما دام اللاعبيه داخل جيدين يكملوا الماتش، علاش لا؟ مش معناتها باش نعملوا على خاطر ما لقيتش حلول ولا اللي لا لا الحلول موجوده، لكن في نفس الوقت اللي داخل قاعدين يأدوا في دور جيد معاهم. الكوتش الاسئله، السؤال الاول بالنسبه يعني شنو اللي كان ناقص في الدرجه اليوم باش السؤال الثاني اللي هو مرتبط بالسؤال الاول هو علاش الترجي حسب لاحظناه ضيع الشوط الاول بالرغم من حسن الاهداف في الشوط الثاني، هل انه اللي حب عليه فارق ثابت اللي صدته سيناريو مقرر ما قاش او انه هو او انه فارق ثابت يعني فوجئ بالمردود وبالاداء لا شوف المفاجاه لا ما تفاجئناش بالمردود، لان تفرجنا في الفريق المنافس وكان منتصر هنا معناتها 2-0 مع منافس جيد اللي هو النجم هذا الساحل، معناتها المنافس ولا حتى كان تفرجنا فيه ماتش ما ننسوش الفريق هذايا راهو تفرجنا فيه حتى ضد سان داونز، معناتها فريق عمل 0-0 بالرغم من سان داونز تلعب 10 صحيح، لكن تحس ان الفريق صراحه منتشر جيد في الملعب، عنده انتشار جيد في الملعب، قلقنا في وسط الملعب صراحه، قلقنا في العمق نتاعنا، عرفنا احنا بالعكس احنا تو الحاجه الباهيه صحيح يمكن نلقوا مشاكل في الشوط الاول،
يلزمنا نقول حلول مش ندخل حتى كنا جيدين احنا معناتها في المباريات السابقه ما نحكيش على مباراه الهلال السوداني اللي قبلها الكل كنا جيدين في الربع ساعه 20 دقيقه الاول لكن تويكا ما عادش لقينا يلزمنا نقول حلول فهمت في الشوط الثاني تحسنوا شو معناتها معناتها فما تصليح فما حاجات احسن فما حاجات تصير احسن فما ميساج يوصل هذه الحاجه اللي معناتها باهيه ان شاء الله المستقبل نكونوا اكثر في الشوط الاول حاضرين لانه يعني مش كل مره معناتها رانا شنو بدنا نضيعوا ماتشات كيما هيك نضيعوا ماتشات كيما هيك ان شاء الله نحكيوا مع بعض الناس كلنا احنا كاطار فني كيف كيف مع اللاعبين وان شاء الله نلقوا الحلول هذه ان شاء الله باذن الله. تقريبا طول البريسيزيون تاع الباس نتاعو طايح شويه مش طايح طايح برشا بارابور اللي نجم يعملوا اتاكون هذا سؤال السؤال الثاني حكيت برشا على التغييرات حكيت على ستابيليتي ديفونسيف انت قلت الديفونس نتاعي يعني ستابل وواضحه وكل شيء مانيش نسلك على الديفونس خاطر قلت ستابل لكن نسلك على خط وسط الميدان تقريبا في اربع خمسه مقابلات كان نرجعوا نلقاو كل مره ثم تغيير على مستوى خط وسط الميدان واليوم بعد الميدان الاول تم تغيير اخر على مستوى خط الميدان شو المشكل؟ ما فماش مشكل ملعبية باهية عندنا ملعبية باهيين في وسط الميدان هون رجعنا نمشي لك من الاخر عندنا معناتها ملعبية باهية معناتها يأدوا الدور نتاعهم اليوم احنا اخترنا باش يلعب غير في بلاصة اونوتشو صحيح مش نفس معناتها الكاليتي ماهوش كيف كيف معناتها حاولنا ناخذ وسط الملعب خاطر نعرف الفريق المنافس ديما يهاجم بسبعة ويدافع ما كيف كيف كيمشي يمشي بسبعة يلعب ثلاثة راس ثلاثة أربعة ثلاثة معناتها يولي في الهجوم يبقى ثلاثة ويمشوا زوز عنده زوز ديما ارتكاز يطلعوا مع لي زيكسونتري تاعينه مع ثلاثه اللي قدام يعمل مشاكل كبيره وتشوف مع الرقم معناتها يدخل في الوسط معناتها اللاعب المحور بتاعه يدخل في الوسط يعمل مشاكل كبيره في الوسط احنا حبينا في الاول نحطوا غيث الحمد لله معناتها نظن صحيح ما نجحناش في تطلعي الكره هذه هي قصتنا بصراحه هي تطلعي الكره شفت حتى دخلنا تشوف شدينا اكثر الكره طلعنا اكثر الكره خسرنا حاجه ربحنا حاجه في الديال وفي الجري في وسط الملعب لكن خسرنا كيف كيف تطلع الكره نظن اللي معناتها الحاجه كما هيك بالنسبه للمدرب عنده معناتها وسط ملعب جيد معناتها اليوم مش يرجع غيلان عندنا سته ولا سبعه ملاعبيه راهو شو هذا ننساو الناس كل صحيح احنا يمكن نختاروا ملاعب شكون ينجح؟ ينجح الملاعب في الملعب راهو مش احنا نجموا نختاروا الصحيح لكن الملاعب هل راه ادى جيد ولا ما اداش جيد الدور نتاعه هذا هو معناتها بالعكس نعمه راهو وسط ملعب عندنا احنا ماناش قاعد نبدل في ثلاثه واحد بركه قاعد يتبدل معناتها المره اللي فاتت اقبلوا معناتها نقولوا احنا قا معاهم درباي واليوم معاهم غايب معناتها غايب فهمت رايحين اقبلوا دخلنا غايب يعني ديما فما شكون موجود فهمت اليوم ساس لعب في مكان فهمت كصانع العاب الحمد لله شوف اسمع راهو احنا اليوم كان دخلت كرة مرياح ولا كان دخلت كرة معناتها ساس ولا واحد نقولوا حاجة أخرى احنا تويك شوف عارفين شنو يستنى فينا احنا قاعدين فريق قاعد يتطور قاعد نبنوا فيه بشوي بشوي أهم حاجة عندنا هو أن نترشح مش معناتها النتيجة راهي صحيح اليوم نتيجة مهمة جدا احنا باش دخلتوا الأولين مع الفريق هذا فريق جيد محترم ما خسرناش ضده مازال عندنا مباراة قدام إن شاء الله نوصلوا لها إن شاء الله رودريغيز شوف رودريغيز من ماتش الودي اللي عملناه يمكن تمرن على ارضيه الملعب مده 3 ايام تالي معناتها عادي باش يكون تعب عادي باش يكون احلى لعب هو لعب دخل عمل الدور نتاعه وجري وقت اللي حسينا اللي ما عادش نجم يزيد دخلنا معناتها سوق وان شاء الله معناتها هذول الزوز معناتها يتنافسوا مع بعضهم في المركز هذا وليما لا ما تشوفهمش نهار اخر الزوز مع بعضهم ما تعرفش سؤال بتاع الجماهير بتاع الترجي المتوسط ما تراش اللي كنت تتلاقي مع مهام الشعبي اللي هو مساعد وجن في الليتا الكل ما تراش اللي فما لاعبيه رزين عليهم اللي هو الترجي المتوسط ما تراش اللي فما سماح للسكوتش ما تراش اللي الترجي ناقصها الجزائر ما تراش اللي فما عبيد تحس مع انا نحكي لو نحكي كجماهير الترجي شنو تحس ما تراش اللي فما بالرسم مع تحس انه الترجي المتوسط رزين عليهم فما ناس تتفرج معناتها ما نعرفش كان تقرا في التعليق نتاع جمعيه الترجي ولا في الصحافه ولا في الكوميونيكور شو يقولوا كل شيء، اجا نحكيو الرسمي شنو فما، فما لاعبين في الترجي بالرسمي معناتها كي نشوفوهم ماهيش نتاع الترجي جم. لا علاه شوف سؤال بسيط تسالوا الجو اللي موجودين في الترجي يستحقوا يكونوا في الترجي. فهمت لاعبيه قادره تلعب في الترجي، شنو هو ناقص؟ الوقت راه.
الوقت مش في لحظه راك مش تعمل فريق تبدل راهو كومبليتوم راهو الفريق راهو تشوف انت على العام اللي فات راهو كل شيء ما هو الناس الجديده تلعب راهو وسط تشوف انت وسط الملعب اليوم راهو وسط 20 سنه راهو نحكي لك عندهم اربعه مواسم شنو باهي معليش سامحني خليني نتكلم مش نجم نجاوبك على السؤال في جيوبك مش نجاوبك على السؤال احنا عندنا ثقه في الملعبيه كل اللي موجوده تو الوقت كافي مش يتطور كيفين مش يعملوا توليفة جيدة من بين بعضهم مش تولي عندنا فليكسيبيليتي تكتيك معناتها راهو اليوم تشوف فريق منافس راهو مع الوقت نتاعو ثلاث سنين تشوف كيفاش يتحركوا في الملعب هذا يحب له وقت احنا باش نوصلوا له راهو مازلنا نبنوا في الفريق نتاعنا لكن هدفنا واضح قلنا من النهار الاول الفريق قاعد يتحسن والهدف واضح راهو الهدف الترشح والمرور احنا كندخلوا امس قلتها كندخلوا في رابطة الابطال راهو باش نلعب على التيتل لكن في نفس الوقت مازلنا احنا عندنا اربع نقاط طبعا احنا الثانيين مازال ما صار حتى شيء مازال عندنا زوج مباريات هنا في رات هنا في راتش مازال عندنا مباراة مع بيترو الفريق أنا نقول لك الفريق هذايا الملاعبية هذايا قادرة تلعب في الترجي ماهوش رزين عليها المريض لو كان رزين عليها ما قعدوش في الترجي أنا نقول لك الملاعبية توا وقت شوية وقت توا هذيك الحديث هذا إن شاء الله مدة أخرى توا تجاوبني تقول لي راه كلامك صحيح ولا غلط بعد وقت اليوم مش عندهم هما مع بعضهم عندهم شهرين شهرين ونص مع بعضهم باش تكون فريق معناتها يكون متناسق في جميع الخطوط وكل شيء، الروح موجودة، الإرادة موجودة، إن شاء الله نتحسن في الناحية التكتيكية أكثر. ميرسي.